ايطاليا رغم الاداء السيء في السيمي فاينل قدام اسبانيا بتصعد للنهائي بضربات الجزاء، واللي بصراحه ايطاليا لعبتها افضل من اسبانيا، ولكن اسبانيا وانريكي قدموا مباراه من افضل مباريات البطوله تكتيكيا زي ما كتبت على الفيسبوك في خلال المباراه. وبصراحه انريكي عمل بطوله مميزه جدا مع اسبانيا ووصل لدور محدش كان متوقعه نهائي لاسبانيا، ومانشيني برضه وصل لدور محدش كان متوقعه لايطاليا. هنتكلم كتير قوي 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 النهارده في حلقه اسبانيا وايطاليا مع مصطفى، ودي حلقه جديده من قهوه اليورو، والنهارده هنتكلم عن نصف نهائي البطوله ما بين اسبانيا وايطاليا. حطني رقم واحد في الانقاصين. ايطاليا بيبدا بنفس تشكيل مباراه بلجيكا، هو بالظبط، ما فيهوش اي تغييرات، ما فيش بس غير تغيير وحيد بسبب الاصابه للاسف، وهو اميرسون بارميرا بدل اسبينيتزولا. الناحيه الثانيه انريكي بدا اللقاء مفاجاه كبيره. انا اول ما شفت التشكيل اتفاجئت، اللي هو طب انريكي كده هيلعب ازاي، انريكي كده هيبدا ازاي، انريكي ايه اللي هيبقى شكله ايه في ارض الملعب. ابتديت افكر شكله هيبقى ايه في ارض الملعب، وما اتاكدتش من اي حاجه غير لما شفت ارض الملعب فعلا، شفت المباراه من ارض الملعب، شفت انريكي بيفكر في ايه. انريكي النهارده بدا بدون مهاجم، بدا بثلاثي هجومي ما فهمش راس حربه صريح، هما فران توريس واولمو واوريا زبق، مفهومش راس حربه صريح، وتحتهم ثلاثي في وسط الملعب بوسكيتس وكوكي وبيدري، وورا الرباعي الدفاعي لابورت وجوير جارسيا وجوردي البا واسبالكوت. اسبانيا او انريكي في المباراه الافضل لي في البطوله تكتيكيا ضد اسوأ مباراه تكتيكيا لمانشيني مع ايطاليا في البطوله بصراحه. ليه ايطاليا؟ يعني ليه مانشيني النهارده كانت من اسوأ مباريات تكتيكيا؟ لان مانشيني بدا المباراه او بدا من بدايه المباراه اللي انا هركن الاتوبيس، انا هقف ادافع واضرب على المرتده، انا مش عايز اخاطر، مش عايز افتح خطوطي، مش عايز اضغط، لا انا هقف في نص ملعبي هعمل لو بلوك او ميديوم بلوك واحاول انا اقابل من نص ملعبي وما اضغطش على اسبانيا الضغط العالي كنت بشكله في كل المباريات اللي فاتت، لا انا هقف في نص ملعبي. وده كان غلط كبير جدا جدا جدا، لان اول حاجه اديت فرصه كبيره جدا لاسبانيا ان هي تحضر اللعب من ورا لقدام وتمر على ارض الملعب بكل بساطه وكل سهوله، دي حاجه. الحاجه الثانيه اديت حريه لانريكي اللي هو يفكك دفاعاتك ويفكك الزون ديفنس اللي انت بتلعب بيه، وكمان يخلق فرص، وغير كده يقفل على مفاتيح لعبك. واهم مفاتيح اللعب اللي كانت ايطاليا بتستغلها في المباراه اللي فاتت هو جورجينيو. جورجينيو النهارده وقف ازاي او اتقفل عليه ازاي؟ اقول لك بكذا حاجه. اول حاجه ان انريكي ابتدى يشتت افكار مانشيني بفكره ان اولمو وفران توريس واحد من الاثنين او كمان الثلاثه وريزابال بيخش معاهم، ان واحد من الثلاثه كل شويه يبدله في العمق، كل شويه يبدله في العمق، كل واحد شويه يخش في العمق، فده كان ملخفن جدا مانشيني وملخفن دفاعات مانشيني. غير الحاجه دي، الحاجه الثانيه ان جورجينيو لما كان بيطلع من منطقته ويحاول يضغط على بوسكيتس، بوسكيتس بكمريره والثانيه بيحاول يضربه الضغط بتاع جورجينيو ويلعبه في ظهره سواء لفران توريس او اولمو. خاصه اولمو، لان اولمو ابتدى يخش كتير في ظهر جورجينيو ويبتدي يستلم في المساحه دي. ولما ابتدى يستلم في مساحه جورجينيو ابتدى يخلق فرص، ابتدى يفك دفاعات ايطاليا، بونوتشي وكليني ودولورينزو وبالميراس كل دول ابتدوا يتفك دفاعاتها بسبب تمريرات بسيطه في ارضيه الملعب تضرب بيها نص ملعب ايطاليا وتوصل لمرماه. غير ده ان الناحيه الثانيه مانشيني انت كنت ممكن تضرب اسبانيا وممكن تفوز على اسبانيا. ازاي؟ ان انت تضغط على اسبانيا. فكرة ان اسبانيا الماتشات اللي فاتت شفت كل المباريات اللي فاتت لاسبانيا ان الفريق اللي بيتعب اسبانيا هو اللي بيضغط عليه، مش اللي بيركن الاتوبيس ويقف في الدفاع، لا. مفيش فريق قدر يهدد اسبانيا غير لما ضغط عليه وحاول يهدد مرماه، غير كده ما عرفش يهدد اسبانيا. ما عرفش يعمل حاجة ضد اسبانيا. زي النهارده الشوط الاول كده اسبانيا كانت الاخضر واليابس. كانت كل حاجة في ارض الملعب. على الاطراف كانت مميزه جدا، في عمق الملعب كانت مميزه جدا، مستوى دفاعي مميز جدا، مستوى هجومي مميز جدا، ضيعوا كذا فرصه الشوط الاول. كذا فرصه ضاعت الشوط الاول من اسبانيا. فانت مانشيني ادى الفرصه لانريكي اللي هو يعمل عليه ماتش كبير، كنا بنشوف كتير جدا ان الاطراف بتاعته والوينجات بتاعته بتعمل استريتشنج كبير جدا للملعب عشان تخلق لعمق الملعب مساحات. تخلق لعمق الملعب مساحات. والحاجه اللي كنتش فاهمها ان مانشيني لما ابتدى يغير
ابتدى يغير، سحب إيموبلي ودي تغييرة مميزة جدا في الشوط الثاني، سحب إيموبلي ودخل إنسيني كلاعب في العمق ودي تغييرة ممتازة جدا 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 من مانشيني، وقتل بس مروا بجول لإيطاليا عن طريق كيازا. ولكن التغيير الثاني أنا كنت فاهمه اللي هو ضرب ايطاليا تماما، ضربها في مقتل وما كانش متوقعه، ان انت بعد ال 1-0 خلاص ابتديت تلعب وانت اللي انا عايز اكسب الماتش وخلاص انا حافظ على ال 1-0 واطلع 1-0 اوصل فاينل 1-0 والحمد لله. دي ريسك كبير جدا اللي انت عملته ده، انت خرجت ايميرسون وخرجت فيراتي، خرجت ايميرسون وخرجت فيراتي، بتلعب بتولوي باك رايت، بتلعب في نص الملعب ب سينسي او سبيسيا تقريبا، سبيسيا او بيسيلي، بيسيلي تلعب بيسيلي في نص الملعب، فانت فكرتك بتدافع خلاص وشلناها حتى راس مثلث مقلوب اللي هو جورجينيو وبيسيلي وقدامهم باريلا، قدامهم باريلا. ليه عملت كده؟ ليه خدت الريسك وليه تلعب بمنطقه دفاعيه وتدافع اكتر وتحاول تحافظ على الجول مع ان التمريرتين 1-2 ما بين اولمو وبين مراتا ضرب دفاعاتك ودخل حط الجول بخطا غريب جدا حتى لما دفعته من دونروما اللي هو اترمى قبل الكره ما تلاقي اصلا في الشوط الثاني. جبت جول مميز من كيزا، ولكن تغييراتك والجول اللي جابه طاقي اسبانيا خلاص ما بقاش عندك حلول هجوميه، انت خرجت بعديها سحبت انسيلي وسحبت كيزا وسحبت كل مفاتيحك الهجوميه، ما بقاش عندك مفاتيح هجوميه. وبيلوتي مع احترام ليه يعني لاعب على قد، لاعب على قد اللي هو ماشي حالك بيه، لكن مش اللاعب اللي انت تنزله يجيب لك بطوله. انريكي بصراحه لازم ياخد حقه النهارده، اتكلمت كتير على طاري، لكن انريكي مع اسبانيا لازم ياخد حقه. انريكي من اول البطوله في بدايه البطوله تماما ما حدش كان يتوقع ان السيمي فاينل في ناحيه هيبقى ما بين ايطاليا واسبانيا، ما حدش يتوقع ان هم يوصلوا الدور ده. ولكن انريكي بعد الماتش الاول اللي تعادلوا ضد السويد والماتش الثاني اللي تعادلوا ضد بولندا، كسب سلوفاكيا، كسب كرواتيا، كسب سويسرا، وصل سيمي فاينل في مباريات قدر يكسب بيها في كل حاجه، مش على مستوى الاستحواذ بس، مش على مستوى الاستحواذ بس، لا على مستوى كتير، على مستوى قراءته للمباراه قبل بدايه المباراه بيقرا المباراه كويس جدا انريكي. كمان انريكي في وسط المباراه بيعرف يحدد ايه نقط ضعفه وايه نقط القوه اللي المفروض يستحوذ عليها ومفروض يشتغل عليها، ويبتدي يغير من قناعاته او يغير من خطته او يغير من قراءته للمباراه في وسط المباراه. والحاجه الثالثه ان هو ما غيرش من قناعته، ما غيرش التشكيله او غير كل حاجه راسا وعقب، لا هو شال بس عناصر من ارض الملعب وحط بدل عناصر ثانيه، وده اللي قتل بثمار، شال عناصر وحط عناصر، ده اللي انريكي عمله. قراءه مباراه كويسه، قراءه في ارض الملعب كويسه جدا، وكمان ان هو ما تخلاش عن فلسفته، ما تخلاش عن قناعته، وفضل يلعب بالاداء ده وفضل يلعب بنفس الحاجه اللي بيعملها لحد ما وصل سيمي فاينل وقدم مباراه كبيره جدا على ايطاليا. ايطاليا اللي كانت تعبت البطوله كلها جت النهارده قدام اسبانيا وتعبت، لا تعبت تعبت جامد، تحركات بدون كوره، لعب في المساحات، لعب في انصاف المساحات، نزول ما بين الخطوط كويس جدا من لعيبه اسبانيا، قدرت تفكك لعيبه ايطاليا، ايطاليا مش عارفه تعمل الشوط الاول، مش عارفه تعمل ايه. من اسوأ مباريات ايطاليا الماتش ده، من اسوأ رغم الصعود للفاينل، ولكن من اسوأ مبارياته. لو انت لعبت نفس الشكل ده قدام انجلترا، لا انجلترا مش هترحم، انجلترا مش هترحمك، عندها اسلحه لا تقيله تقيله تقيله، وتتعب دفاعاتك جدا، تتعب دفاعاتك جدا لو انت اخترت ان انت تنزل قدام انجلترا تحافظ وتلعب ميديا بلوك وتحافظ تلعب على هجمه مرتده، ده مش هينفع مع انجلترا. ضد اسبانيا ممكن كنت عملته وصعدت بيه وقدرت تجيب جول تقدم على اسبانيا واسبانيا ترجع بمباراه. ولكن حتى تغييرات انريكي تغيير مميزه، تغييرات مميزه، نزول مراتا، نزول تياجو الكانتارا، نزول جيرارد مورينو، نزول حتى لورينتي في اخر مباراه، لا تغييرات مقنعه، تغييرات تقول لك لا المدرب ده قاعد بره مش نايم، المدرب ده عارف يعمل ايه، عارف ايه المناطق اللي يضغط عليها. خرج لا دولورينزو من الناحيه الثانيه، خرج على طول سبريكويتا بعد ما كان منزل سبريكويتا، اصلا الشوط الاول ما كانش بيلعب لاعب باك رايت، لا ده كان بيلعب مان تو مان على انسيني، اللي هو هقفل على انسيني بس، مان تو مان على انسيني. لما انسيني خرج والمنطقه دي كانت بقت مفتوحه اكتر، نزل لورينت اللي هو الحريه الهجوميه اكتر، وخرج فران توريس وخرج وقول معاهم مباراه كبيره جدا، قول معاهم مباراه كبيره جدا، ولكن ضيع ضربه جزاء في الاخر حطها في السماء يعني، اللي هو وضربات الجزاء بصراحه مميزه جدا من ايطاليا يعني. لوكاتيلي دخل ضيع، ولكن كل اللي بعده شاط كويس جدا، باريلا شاط، باريلا خرج، بونوتشي شاط كويس جدا، مين تاني، بيلوتي دخل شاط
كويس جدا جدا كمان. بلوتي لاعبين مميزين جدا من الفرقه داخل الشوط كويس جدا. ولكن جورجينيو لاعب وسط الميدان اللي قدم مباراه مش من افضل مبارياته في البطوله, ولكن قدر يصعد فريقه وجاب ضربه جزاء الاخيره وصعد فريقه. ما قدمش مباراه كبيره وكان تايه في ارض الملعب. طب اضغط, طب اقف مكاني, طب استحوذ, طب اطلع باصات, ما كانش حتى حد بيديله الحريه اللي يطلع باصات لانه ضغط 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 عليه ما كانش حد بيطلعه. شابوه انريكي, شابوه رجاله اسبانيا, شابوه رجاله ايطاليا, قدموا مباراه من افضل مباريات اليورو سواء تكتيكيا او نتيجه او حماس او توتر او اي حاجه. مباراه مميزه جدا جدا جدا, مباراه تشبعك كده كرويا, قاعد شبعان تكتيك وحماس وتغييرات مميزه وفرقين تقال. كل حاجه النهارده كانت على ما يرام بصراحه في الجزء الاول من السيمي فاينال يورو, لان بكره في جزء تاني مع الدنمارك وانجلترا. ولكن في الاخر ده راي شخص واحد, هو رايي انا في المباراه. قول رايك انت في الكومنتس في مباراه النهارده, قول رايك في اسبانيا. اسبانيا بصراحه قدمت بطوله كبيره جدا, وشايف ان اسبانيا البطوله اللي قدمها كويس جدا, بناء مميز جدا للمستقبل. ممكن نشوف فيها يعملوا حاجه كبيره جدا في كاس العالم 2022. قول رايك انت في اسبانيا, وقول كمان توقعك, هل ايطاليا تلعب بالشكل اللي لعبته النهارده قدام اسبانيا, ولا ايطاليا ترجع للشكل اللي لعبته مثلا قدام بلجيكا؟ قول رايك في الكومنتس. ولو حابب تعمل سبسكرايب ما تنساش تحط صوره بعض من الناس. اول مره تشوفنا اعمل اشتراك في القناه وفعل جرس الحلقات اول باول, وتابعنا على السوشيال ميديا فيسبوك وتويتر وانستغرام في الديسكربشن تحت, وابشر على فيسبوك ريتويت على تويتر. وكمان مستر في الحلقه الجايه. سلام.